تنضم إلينا الآن من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة. دارين أهلا بك. إذن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب من المفترض أن يعرض تشكيلته الأولية لحكومته على رئيس الجمهورية، ماذا في التسريبات حول هذه التشكيلة؟ ألافت التسريبات حول هذه التشكيلة، وهذا الأمر هو الذي بدأ يثير بلبلة واستياء لدى القوى السياسية التي لم تعتد مثل هذا النوع من مشاورات تشكيل الحكومة في الحكومات أو التجارب السابقة، حيث أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة لم يتصل بالقوى السياسية لسؤالها عن الأسماء التي ترشحها أو عن الوزارات التي أو الحقائب الوزارية التي ترغب بأن تتولاها. هناك غموض كبير حول الاتصالات التي يجريها مصطفى أديب حول أو لتشكيل حكومته، وإن كانت المهلة التي وضعتها الرئاسة الفرنسية كحد أقصى لانتهاء أو لولادة الحكومة اقتربت من الانتهاء، إلا أن أي من القوى السياسية لم تعثر على ما يرضيها أو ما يمكن أن تعارضه في مساعي تشكيل الحكومة. طبعا توجه أديب اليوم إلى القصر الجمهوري مرجح، لكنه ليس مؤكدا بحسب مصادر في القصر الجمهوري التي أكدت أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك من موعد محدد لأديب للقاء رئيس الجمهورية وإطلاعه على المسودة التي توصل إليها في مشاوراته. في حال لم يعني يتوجه أديب إلى القصر الجمهوري، هناك احتمالات عدة بدأت البلاد يعني تتحضر لها، قد تكون من بينها طلب مهلة إضافية من الوقت قبل أن يتم التوصل إلى الإعلان عن هذه الحكومة أو عرضها على رئيس الجمهورية، أو اعتكاف مصطفى أديب بعدما نعم دارين يعني وصلته بعض المواقف التي لم تستحسن أداءه تحديدا من الثنائي الشيعي ورئيس التيار الوطني الحر، الذي تقول بعض المصادر أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا سيعلن فيه انسحابه وعدم رغبته بالمشاركة في هذه الحكومة، وقد يكون هذا أول إسفين يدق في مركب هذه الحكومة التي لم ترى النور بعد حتى هذه اللحظة. شكرا لك مراسلتنا دارين الحلوة، كانت معنا من بيروت.